جينيس كان حلم كتير كبير لإلي، وبتعرف أنت جينيس هو شيء خارق عن الطبيعة أو شيء صعب كتير لحد أن أنت توصل له. كان في شخص اسمه عبدالله سقاطي، هو مدربي ساعدني كتير بهالأمور. هو بطل عالم موسوعة جينيس، أول من دخل موسوعة جينيس بسوريا. وقت تشوف شخص ناجح طبيعي أنك أنت تلحقه بالشيء الناجح اللي فيه هو. يعني عامل جينيس هو أنا أنه ألهمني أنه تكون شخص ناجح عالميا أو خاصة بموسوعة جينيس. هي بتأثبت للعالم كله أنه أنت شخص ناجح، أنت واصل لمرحلة عالية، ليفل عالي لتكون أنت بطل. صراحة هو الشخص اللي كان يفاقني دائما بموضوع التدريب. وبتعرف أنت الأهل والأصدقاء هنا كمان كتير لهم دور إيجابي لحتى أنه يوصلوك لهدفك. هلا صراحة التمرين عملته قبل بيومين، عملت تجربة تيست، يعني عملته ب 78 عدة. بالمركز وقت دخلت على المركز وكان في جمهور وكان في عالم ورهبة، يعني كان في عندي شوية توتر، ولكن عندي ثقة كان بربي كتير كبيرة انه هذا التعب ما حيروح هيك، هذا التعب راح يترجم لنجاح. دخلت وحطمته ب 70 عدة انا بالبداية، ولكن هو تم قبوله ب 66 عدة، يعني 4 عدات حذفوا لي اياها انه خطأ تكنيك. يعني انا قادر مثلا بالمستقبل اني ارجع اكسره بعدات اكثر. تمام لهيك هذه هي الشغله، واول مره انه انت بتكون على ستيج وفي عالم وجمهور وكذا، في توتر كان مثل ما قلت لك انه خفيف، بس ولكن في ثقه. وقت الانسان عنده ثقه بنفسه قادر يكسر اي شيء. سر الانتقال هو انه انا بحب انه اكون شخص ناجح. وقت كنت بكره القدم حاولت كتير وتعبت كتير انه لوصل لمرحلة انه العب او كون اساسي بنادي تشرين، حارس نادي تشرين، ولكن كان ما بعرف كيف الترتيبة انه مني او في صعوبة مني او من الادارة او من نادي. عانيت كتير بهي الشغلة الصراحة، وانظلمت بكذا شغلة او بمواليدي نظلمه كتير. كان مواليد 2002 هن تعدل مواليد كتير بالكورونا، وحتى بالازمة كتير صار في مشاكل. وهلأ كان عساس انه في دوري اولمبي هلأ عساس، ولكن بعد الزلزال شكله انه حيلغى. يعني كمان انا كنت مفكر اني ارجع وعم بتدرب وعم جهز حالي اني لحتى ادخل بالدوري الاولمبي، ولكن 90% التغى. يعني هلأ من انا وصغير كان في دعم كتير كبير من الاهل. يعني اي انسان حابب ينجح في كذا خطوه لازم يتبعها لحتى ينجح. انسي بموضوع انه الشخص اللي بينه وبين حاله، اذا ما كان في حواليه اشخاص انه مثل اهله، ابوه او امه او اخواته لحتى يوصل، صعب. هلا بالنسبه لي في ارقام جديده عم بشتغل عليها وان شاء الله حتنكسر. بالنسبه لموضوع التدريب والتغذيه وهي الامور كتير عم بحب انه ادخل فيها، خاصة انه انا مريت بمرحلة انه انا كنت عندي كان وزن زائد. بحب انه ساعد العالم بفترة زمنية قصيرة، انه انا ساعدهم اعطيهم خبرتي كلها اللي عشتها واللي تعبت فيها باقل وقت ممكن. طيب محمد انسان ناجح وانسان عنده طموح وعنده ارادة قوية كتير، يعني الحمد لله رب العالمين. يعني اذا بده يوصل لشغلي ما بنام الليل وبضل هيك بفكر فيها. وهو وعدني قال لي يا أبو إن شاء الله بدي أحطم رقم القياسي العالمي بإذن الله، وارفع راسكم وراس بلدنا سوريا. والله محمد بالنسبة له تعب كتير، يعني ما فيني أقول إجا الأمر هيك بالساهل، أيام طويلة يشتغل يعني على حاله. يعني فرحة ما فيني أوصف لك كيف كانت، يعني أكيد شيء بتمناها لكل، بس ما بظرفي طبعا. شيء كتير حلو النجاح، شيء كتير حلو تعب أولادك تشوف نتيجتهم، شيء كتير حلو. وأنا يعني فرحتهم كأخوات مع بعضهم وكيف ساعدوا بعضهم ولحتى وصلوا لنتيجة، السهيل فرحة الأكبر.